حصل. طيب قبل ما نخش في الموضوع بتاع البيض، عندنا انا ودي الحسين رئيس هيئه الاركان. والله العظيم لحظنا السيء انه في ظل الظروف دي يكون قائد البلد رئيس هيئه الاركان زي ودي الحسين ده. ودي الحسين ده مش فاشل، ده ملك الفشل. وبالمناسبه تعمد، يعني ما تفتكر انه نازل رايح عليهم ولا ما عنده امكانيات، لا 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 لا، تعمد. شغل بتاع سياسة ما شغل بتاع عسكرية، ده شغل بتاع سياسة. لما تقعد تحبس ليه الجيش في المعسكرات لأكتر من سنة ونص شغال بنفس تكتيكك، ده يعتبر شنو يعني؟ لما تكون في متحركات ماشية وعندك المعلومة رفعت لك انه في المتحركات دي ماشية من كذا لكذا وما تحرك الطيران يدقها، ده اسمه شنو يعني؟ لما تدي توجيهات لقيادة فرق وتقول لهم ما تطلعوا وما تنظفوا وخلوا الناس يجوكم في حتتهم ونحن هنعتمد على الاستنزاف ونحن هنكبدهم اكبر قدر من الخسائر ونحن ده اسمه شنو يعني؟ لمن فرقه كامله تقطع اتصالك بها لمده اسبوع وترفض انك تدعمها او تودي لهم امداد او تعمل لهم اسقاط او اي نوع من انواع توصل لهم امداد باي نوع من الانواع، ده يسموه شنو يعني؟ ده يسموه شنو لما تطلب من قائد فرقه تقول له يا اخي انسحب، نحن داخل القوات دي تتكون داخل الفرقه وبعدين عندك ندقهم طيران. ليه ما دقيتهم طيران وهم جايين على الفرقه؟ سؤال، ما دقيتهم طيران وهم جايين على الفرقه ليه؟ قوات الجات دقت سنجه دي طيران ما اعطر الطريقه ذاته، ما اعطر الطريقه ذاته. القوات الجات لما جات ماشوا العساكر شافوه وقالوا نتعامل معاه، الضباط قال لهم لا، ما الطيران ما اعطر الطريقه ذاته. مدني وادي دي مرقت كيف بتاعت الجنجة دي؟ عصاباتهم دي مرقت كيف؟ 10 عربية، 5 عربية، 6 عربية، وخط سيرهم معلوم لديكم، ما تعاملت معاه. ما هو نحن من يعني الواحد هسه لو دار يدافع عن ود الحسين ده يقول عنه شنو يعني؟ يقول عنه شنو؟ كل ما تم من انجازات وسحق ده شغل مجازات، ده مش شغل تعليمات، والله ده شغل بتاع قادة كده من رصينهم يعني من عندهم بس. لا يمكن على ود الحسين بس تكتيكه الواحد ده، تكتيكه الواحد ده مكتب الشغل ده كله ود الحسين. وقاعد نقول لك الكلام ده انت بتجي تشبكنا لا لا والله العظيم وما عارف، خلوا الجيش يشتغل الشغل يا حبيبنا. انت لما تيجي تقول لنا خلوا الجيش يشتغل كلامك ده مش تقوله لزول تاني، ما تقوله لي انا، ما تقوله لي انا، انا عارفين اللي فيها. الجيش لو خلاه يشتغل الشغل ما بتصبح تلقى جنجبيته واحد. لو خلوا الجيش يشتغل شغله ما بتلقى جنجاية واحد والله العظيم. لكن للأسف الجيش ما بخليه يشتغل شغله، الجيش بطلب منه يشتغل شغل معين نازل يعني رغم الانتصارات العظيمة دي الحقيقة الجيش، ورغم إفشال المخطط، ورغم الصمود الحصل ده كله. لكن السيطرة لعبة سياسة، شغالة سياسة ما شغالة عسكرية. قلت لك بالواضح شغالة سياسة ما شغالة عسكرية. عندك الخطوط بتاعت الإمداد دي ما حصلت في تاريخ الحروب، تقاتل العدو وتترك له خطوط الإمداد مفتوحة يوصل إمداده بكل ارتياح بكل سهولة، ولا محتاجين ذات قوة ولا محتاجين مضادات عشان يوصلوا إمدادهم ده. عادي عربيتين بس مسلحين بكلاش بوصلوا الامداد عادي. كان منظومه جات بطريقه الصادرات ده، كان منظومه هسل منظومات قاعد تدون ام درمان وقاعد تدون دي ما جات، ما جات بطريقه الصادرات ده. كان بامكانك انك انت تمنعها وتدمرها يعني، ده لو انت كنت جادي. فالشغله كلها من السيطره دي، شاء من شاء وابى من ابى. وحنخصص يوميا مساحة نردمهم فيها، ما عندنا حاجة لزول، ما عندنا حاجة لزول. الآن الإشكالية كلها تكمن في ود الحسين. ود الحسين ده مش فاشل، ده الفشل ذاته، ده الفشل، ده الفشل. ود الحسين ده لو أنت ما بتعرف الفشل وداير تشوف الفشل ماشي على رجلين يا ود الحسين ده، يا أخي ما فيه كاريزما ذاته، زول باهت كده وزول وهمي. وهمي 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 وهمي. انا ما عارف الزول ده سلطوا علينا شنو، سلطوا علينا شنو، او مصير الالاف ناس المشردين قاعدين في المعسكرات اللي استشهدوا
قال أصيبه، قال اتأثروا، كله بسبب سياسته الفاشلة دي، كله بسبب سياسته الفاشلة دي. وقاعد في حتة لا يمكن تجاوزه. الآن المدور الشغل ده كله من ود الحسين، كل الشغل المدور ده مدور ود الحسين، التوجيهات دي كلها أي قائد فرقة أو أي جهة الآن بدور ود الحسين. برهان معتمد على نفس سياسة برهان. برهان أنا أجيك من الآخر ناهيك عن انه صلع على الميليشيا دي وسمح لها تتمدد وما عارف، واحد يقول لك احنا ده صلعهم الكيزان حبيبنا هوي. نكون واضحين، نكون واضحين، الكيزان صنعوا الميليشيا دي صح؟ اقسم بالله العظيم وكتابي الكريم ده حقيقة انا بقولها لك، انت عارفناها ضد الكيزان، عارفنا ضدهم ومواقف كلها ضدهم، لكن ده حقيقة انا اقولها لك حياة الله. حمايتي ده اموره دي لو كان سواه زمن البشير رغم اختلافنا معه ده، اقسم بالله العظيم ما يتجاوز الشهر لو ما طلعوه من كل مدن السودان دي، واصبح شفته بل كتير كم مرق منها ذاته يبقى معارضة في الحدود. ده لو زمن الكيزان. البرهان بعد ما جه ظبط النازل شاله من تبعة القوات المسلحة، خلاهم يجندوا زي ما دارين شرقا قربا جنوبا، خلاهم يجندوا، خلاهم يربطوا علاقات خارجية، خلاهم يدخلوا أسلحة متطورة، خلاهم يدخلوا حتى الأجهزة بتاع التنصت على الجيش برضو، خلاهم يدخلوا، خلاهم يستوعبوا خيرة 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 ضباط القوات المسلحة، يستوعبوا حتى المفصولين من الجيش مفصولين من الاحتياط استوعبوهم، خلاهم يخلقوا علاقات، سمح لهم بالتمدد، سمح لهم التمدد قدام مواقع. لو انت نظرت للمواقع دي ومواقع محاصرين بها الجيش عادين، كل مواقع ما يسمى بميليشيا الجيل السريع دي محاصرة الجيش. خلام يعني سبحان الله يعني نازل، النازل بيستورد سلاح بمليارات الدولارات وقاعد فهم شنو؟ فهم انه يا اخي والله العظيم يحمي نفسه من الجيش، لانه الجيش بيولد الانقلابات، والجيش ممكن تصحى الصباح تلقى عادي نفسك في السجن. انا بامن نفسي انه بامن نفسي بالميليشيا دي، اي ضابط بتاع جيش فكر يعمل انقلاب او ينسق الانقلاب تنقطع عليه الميليشيا دي وترتب الامور. ده كان هم البرهان يحمي نفسه من محمد حمدان. كل التقارير اللي كان بيجي للبرهان يا برهان الزول ده فعل وفعل وسوى 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 وسوى، بقول لك لا اظن ان محمد حمدان سوف يفعل ذلك. ثقة عمياء ريدة كده، ريدة كده لا من بيقادي ريدة كده، خلاه الزول ده يتنفخ نفقة كده عجيبة خلاص. بدوا يتطاولوا عليه المؤسسة العسكرية، دقوا عميد كامل تابع للجيش في الفاشر، حتى الناس اللي دقوا ذاته ما تحاسبوا، دقوا عقيد كامل في الخرطوم اثنين. حمايتي ده بنفسه فصل نقيب اسمه مؤتمن، نقيب كان تابع لهيئة الاستخبارات اسمه مؤتمن كباش، ما قدر يرجعه، كباش ما قدر يرجعه. رايك شنو؟ الكلية دي، الكلية الحربية دي شفناها بعيننا، ضباط طلبة، طلبة اتجاهات القلاقلة دي اقسم بالله العظيم طلبة مهزلوا بهم، افراد تابعين للميليشيا دي، طلبة زي بتاعه دردقون في الوضع ونفذوا فيهم جزاءات قدام المواطنين، يدخلوا الاقسام دي يعملوا الدارين يعملوا. ده كله في عهد البرهان دي، والبرهان ما حرك ساكن غير كده اعتمد عليهم، قال لك دي قوة أساسية. وبعد ذاك جمد تجنيد الجيش، لقاو عديل جيش ده كان نادرا ما تلقى عنده تخريج في الحتة الفلانية، نازل بتمددوا وجندوا وكمان بيجوا يجيبوا من برا، وعارف السماسرة والاستخبارات لدى العلم بالكلام ده. فالبرهان ده سبب، شفت الكفاءة اللي احنا فيها دي كلها، سبب البلاوي دي، رغم ان هسه في ناس شايفين انه مسار البطل وانه ما عارف الزول ده حيعمل وحيعمل حيعمل شنو. برهان ده والله العظيم بعد ما ينتهي من الجنجة دي لابد ان يحاسب. والله انت لو شايف انه حميدتي ده براو يعني، لا اقسم بالله العظيم تكون انت ذاتك ما جايب خبر ولا عارف الشغله دي ماشي على وين. برهان ده سبب البلاوي ده، اس البلاوي شفته ها، والمشارك في تفكيك المؤسسه العسكريه البرهان. لو ما تعرف تفكيك المؤسسه العسكريه يسمح لميليشياوي دفع ما عنده صفى انتباه، ما بعرف يكتب اسمه، يسمح له يتدخل في تنقلات وحالات القوات المسلحه. الموقف العمليات العام، الموقف العمليات العام في كل السودان
نبدأ من الفاشر. الفاشر آمنة ومستقرة ومطمئنة والحمد لله رب العالمين. آخر هجوم للمليشيا ده عرفهم حجمهم الحقيقي، حصاد شهور، حصاد شهور من الداخل ومن الخارج، وقيادات كان بتنبروا وبرسلوا في رسائل تهديدية وبتوعدوا وجاي من تشاد وجاي من وين من وين، تم جغمهم بنجاح. آخر هجوم للجنجة ده متحرك وربع عديل تم سحقه، والله متحرك وربع عديل تم سحقه. شغل ده أكثر من متحرك، نازل الدق ودق ما سبق قبل كده. دي أقوى معركة حصلت وأكبر خسائر تكبدوها الجنجة. مين فكروا في الفاشر؟ آخر هجوم لهم وهس كسروا الحنك وجروا بعيد. فاشر بخير، وقلنا يا مشتركة ويا ساسة الشغل بتاع الخندق ده ما منفع بعد كده، كفاية انتوا اقوى من النازل، اقوى منه متسليحكم، اقوى من تسليحهم. يبقى الانتظار في شنو؟ سؤال الانتظار في شنو؟ فيما الانتظار تنتظرهم لحد ما يرتبوا صفوفهم، واحتمال احنا عارفين انكم انتوا قشطوه عليهم وبقيتوا تجاس في اي فزع جايين، واحتمال يجيهم فزع وما عارف ليه كابسون في محلهم زي ما هم بجيب كابسو كابسون. بساط انتوا؟ ما بساط. لو انت فاكر ان المشتركه ده البساط تبقى انت ما عارف المشتركه ولا بتعرف عنه اي حاجه. لو انت مفتكر ان هذا البساط ولا الفيديوهات انت قاعد تشوفها في الميديا دي يا زول، بسم الله العظيم النازل ما يدوك الدرب، ما يدوك الدرب. فالآن ده وقت الهجوم وده وقت الزحف على الضعين على نيالة على الجنين على كله، ده وقت الزحف. كفاكم يا مشتركة بعد كده، كفاكم. حتى المواجهات أو المحاور في الفاشل دي بعد كده فتشوا النازل، فتشوهم أصلوا تاني ما يجوا، أنتوا مش عارفين حلهم. أساكر ده كلهم هناك، بقول له والله أنا بتكلم مع قائد ميداني أقسم لي بالله، قال لي نازل لو فكونا أقسم بالله نمسحهم من على الأرض، والله العظيم قال لي لو فكونا. لكن قال لي إحنا برضو بقت عندنا توجيهات وعندنا خطوط معينة نمشي بها، بقت عندنا توجيهات عندنا خطوط معينة نمشي بها، لكن لو فكونا إحنا بنشتغل النازل والله بنجاسمهم سريع سريع. النازل بالمناسبة ما حاجة ما تسمع والله نحن والله كضابين ساي كضابين، ما عندهم أي حاجة، صايمين عديل، ما عندهم أي حاجة كضابين يا زول. نحن بعد دارين ننجز، بعد دارين ننتهي موضوع الفاجر ده، دارين ننتهي بعد كده موضوع الفاجر ده نشوف غيره. عندكم السلاح وعندكم الرجال يا أخي، أنا ما أعرف أقسم بالله العظيم، سبحان الله سبحان الله. دائما الحروب دي يا اخواننا ما بس سلاح، بقلوب الرجال. الناس مكملين رجال عديل كده، عزيمه واصرار وثبات وكله. غير كده نازل ما في حاجه اسمها خوف. مشتركه ده تحديدا ما عندهم حاجه اسمها خوف، ما لقيت لنا عسكري كده بتاع مشتركه جبان ولا ما عنده نهائي. باللي ده شفته بيتمنوا منا كتم ده بيعزفوا. لقيت لي فيديو كده واحد قال لك حديد يلاقي حديد، قال 23 لاقي 23، حماس فل. فبعد ده نحن ثاني بعد كده والله العظيم ما بنقبل، والله ما دارين نسمع ذاته يا اخي، والله نحن صدينا هجوم. لا انا ما صدوا هجوم، نفذنا هجوم. نحن بعد كده دارين نسمع نفذنا هجوم، ما دارين نسمع صدينا هجوم. شنو صديتوا هجوم؟ نفذنا هجوم. لا خلاص انتوا ثاني بعد كده في موضوع قوه، انتوا كده في موقع قوه بعد كده، موضوع انتهى. بعد كده تقول له طالع تمشي قدام، ده المطلوب منكم. على العموم الفاشر آمنة مطمئنة، آخر هجوم للجنجة ده كسر شوكتهم تماما، حيجزء من قياداتهم حتى حكاماتهم وشعراء بتاعهم، ناس محمد الإداري وما أعرف واحد اسمه محمد منو كده ما أعرف دونجا، وواحد اسمه سعيد قندهار، ومنو ده كله من جنبهم، ده الحكامات طبعا شعراء
بلد وساكت كلام خارم بارم ديل انجغموا وغير الغادات اللي انجغموا والامور طبعا. بس احنا عشمنا في المشتركه وعشمنا في جوش مساسه ديل بعد كده ينفضوا لنا والله العظيم دارين شغل عادل بعد كده تعالى خلاص شغل بتاع صدينا ده احنا نسمع دارين نسمع نفذنا طيب بمسكم منكم انتوا يعني بتعرفوا الشغل بعد كده احنا دارين بس تنفيذ يا اخواننا نسمع اخبار طيبه ان شاء الله. طيب بابا نوسه بخير ما في اي حاجه وعصية على الدنيا رغم التهديدات والوعود لكن ما في حاجة. عندك الأبيض تكلمنا عنه سابقا، عندك الخرطوم في أم درمان قربي أم درمان قربي أم درمان في شغل تام وشغل ماشي في شغل في قصف مدفع في عمليات نوعية قاعد تتم. ملاحظ إنه في شغل بتاع مسيرات اتجاه الصالحة غالبا هناك اتجاهات صالحة في شغل بتاع مسيرات الناس اللي قاعدين هناك لاحظوا وشافوا في شغل بتاع مسيرات لكن ما شغل بيقولوا عليه لكن هي بداية وده شغل كويس جدا جدا ده شغل كويس جدا جدا في شغل بتاع مسيرات بدأ ده اللي يدل على انه في عدة جديدة وصلت. ده الكلام اللي احنا قاعدين نقول الفترة الفاتت يعني لو ملاحظين انه كان شغل المسير ده وقف له فترة. قارب أم درمان في العمليات هي الخفيفة خفيفة ده لكن برضو أحسن من ما في. بالإضافة للقصف المدفعي أحيانا النخيل بيغادب هناك وأحيانا اتجاه تمداد بيغادب هناك. طيب عندك بحري، بحري برضو فيها شغل وعمر الشغل في بحري ما يوقف ولا بيجيف وبرضو قيادات بحري. احنا منتظرين منكم نشوف الشغل بتاع عمليات الأرضية الواسعة دي يعني شغل المحدود والشغل بتاع الكمائن ده نحن برضه دارينكم تغير التكتيك يعني. السلام عليكم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ادعمونا بالاشتراك والشير واللايك. الصفحة معرض للهجوم من جداد الإلكتروني. ادعمونا، النصر للقوات المسلحة، النصر للقوات المشتركة، النصر للمستنفرين، النصر للمقاومة الشعبية.